أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا، ونرحب بكم على الدوام لتكونوا شركائنا في صنع هذه الليلة الرمضانية من ليالي بلقيس، فأهلا بكم. بالسلام نفتتح هذه الليلة الرمضانية الجميلة وبمشاركاتكم معنا على ليالي بلقيس الذي صار بكم أزهى وأبحى. أمس وصلنا إلى 20 فائز من المشاركين في الاتصالات، وإن شاء الله اليوم أيضا نحقق هذا الرقم. الآن نفتتح حلقتنا لهذه الليلة بسؤال متابعينا على الفيسبوك الذي يقول: عملة كانت تستخدم في اليمن قبل الثورة، ما هي؟ 1 الريال الفرنسي، 2 الدينار، 3 الجنيه الاسترليني. أعيد السؤال: عملة كانت تستخدم في اليمن قبل الثورة، ريال فرنسي أو دينار أو جنيه استرليني؟ إذن أهلا وسهلا فيكم، وأهلا وسهلا باللي منتظرين على خطوط التلفون. نستقبل أول مكالمة ونقول ألو مرحبا. أيوة. الأصدقاء في الجمهور جالسين يناقشوا الإجابة. أهلا وسهلا، يا مرحبا. من معي؟ أيوة. أهلا وسهلا، أتعصب. من معي؟ ناصر. ارفعوا له الصوت لو سمحتوا. اسمك احمد سويد الجاج معكم. اهلا وسهلا يا علي. هادي، من فين تكلمنا يا هادي؟ اما انك تعصب ما عادش فهمت. اهلا وسهلا فيك، وانت اول متصل معنا اليوم، والارقام كلها متاحه لك، اختار الرقم اللي تشتي. رقم 2. رقم 2، ونفتح له رقم 2. سؤالك يقول يا هادي: متى وقع انقلاب الناصريين ضد علي عبد الله صالح؟ هل في 1978 او 1964 او 1971؟ لا لا ها، اعيد السؤال. ايوه، سؤالك يقول: متى وقع انقلاب الناصريين ضد علي عبد الله صالح؟ هل في العام 1978 ام العام 1964 ام 1971؟ انت تجاوب ولا تكلمني؟ ايوه ايوه، انا مراعيه منك الاجابه. السؤال ايه ده؟ جالسين تطلعوا الاجابه من التلفون، اني داريها بكم. لا والله ما من التلفون. طيب حتى لو طلعت من التلفون ايش المشكله؟ بعيد لك السؤال واخر مره يا هادي: متى وقع انقلاب الناصريين ضد علي عبد الله صالح؟ رقم؟ ايوه الخيارات. الخيارات: رقم 1 1978، رقم 2 1964، رقم 3 1971. يا هادي جاب اليوم، أخذ وقت متصلين. الشباب يساعدوك على فكرة. أيوه الشباب يساعدوك يا هادي. متأكد؟ ماشيش مساعدة من الجمهور؟ أيوه ما يشتيش، ونثبت له 71. إجابة غلط يا هادي، غلط. 78 غلط. أيوة غلط. يلا معليش يا هادي، معوض إن شاء الله. باقي معنا بكرة، حاول تصل اليوم وبكرة كمان، وناخذ اتصال آخر. ألو مرحبا. ألو السلام عليكم. السماعة. أيوة أهلا وسهلا. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة، من معي؟ معك عادل صالح عبد الله.
اسمك الاول مره ثانيه ومن فين تتصل لنا؟ نادر طالع عبد الله. اهلا وسهلا يا نادر، ومن فين تتصل؟ من طالع. اهلا وسهلا فيك يا نادر، ومعك الارقام من 1 لـ 20 ما عدا رقم 2، اختار الرقم اللي تشتي. رقم 4. رقم 4، ونشوف رقم 4 ايش مخبي لك يا نادر. سؤالك يقول: ثورة في تهامة حدثت ضد نظام الإمام يحيى، ما هي؟ ثورة بكيل ولا ثورة الزرانيق ولا ثورة الفقيه؟ ثورة الزرانيق أنا أعتقد، ولكن ساعدني عندك. وأني أعتقد زي اعتقادك، ونثبت رقم 2، وإجابة صحيحة يا نادر، ألف مبروك عليك، ربحت معنا 50,000 ريال، أنت ثاني متصل وأول رابح معنا. نقول ألو مرحبا. يلا شكرا لك. أهلا وسهلا فيك. ألو مرحبا. يا هلا. أهلاً. مساء الخير. عمرك حسين صافي. محمد. هلا. لا سلام ولا كلام. أيوة أيوة معك. اسمك محمد. لا تسمعني. لا والله ما تسمعني. اسمك والمنطقة اللي اتصل منها. عمر المحدود. محمد. هلا. ركز معي. ايوه ايوه معي. من فين تصل لي؟ يلا على طول. محمد انت سامعني ولا لا؟ ايوه ايوه لا اسمعك. يلا الان تسمعني، طلعت لك الارقام، اختار الرقم اللي تشتيه. يا ارقام اطلعي لمحمد. كم؟ ايش تشتي من رقم؟ 17. ونفتح لك 17، بس خليك مركز في الخط. على طول. سؤالك يقول: أين يقع نقيل السياني؟ هل في حضرموت أم إب أم المهرة؟ نقيل السياني. عيد سؤالك. أين يقع نقيل السياني؟ هل في حضرموت أم إب أو المهرة؟ في إب. ونثبت لك إب رقم 2، وإجابة صحيحة، ألف مبروك عليك يا محمد. ألف مبروك، ربحت معنا كمان 50,000 ريال، وناخذ اتصال آخر ونقول يا هلا. ألو مرحبا. أيوة معي. أهلا وسهلا، كلنا معك. ايش اسمك؟ ايش اسمك؟ وعليكم السلام والرحمة، خواتي مباركة. ايش اسمك؟ ومن فين تتصل لي؟ اهلا وسهلا. معاك احنا؟ ابراهيم عبد المحمد. اهلا وسهلا فيك يا ابراهيم، ومن فين تكلمنا؟ من فرق معاوين. يلا اهلا وسهلا فيك، ومعك الارقام من 1 لـ 20، اختار الرقم اللي تشتيه. لا تكرر لي يلا مرتين. رقم 10. رقم 10، ونفتح لك رقم 10. معك سؤال. رقم كلمة عشرة. يلا اسمعني. ايوه. ابراهيم، كلمة تركية تعني سادن المسجد. كلمة تركية تعني سادن المسجد. هل هو أفندي ولا باشا ولا سنيدار؟ ركز أول شيء بالسؤال. الشخص الذي يهتم بالمسجد من هو؟ هل هو أفندي ولا باشا ولا سنيدار؟ هي كلمة تركي. هو لما تتصلوا وأنتوا تأكلوا هذيك الحاجة بعدين ترجع كذا. شباب بتساعدوا، كلمة تركية تعني سادن المسجد. أفندي ولا باشا ولا سنيدار؟ ساعدنا الجمهور. أنا خلاص سلمت أمري لله. أيوه. ها أنت تشوف الجمهور. رقم 3. رقم 3، ونثبت لك رقم 3، وهي إجابة صحيحة يا إبراهيم. ألف مبروك عليك يا إبراهيم، شكراً للشباب في الاستوديو. ناخذ اتصال آخر ونقول ألو مرحبا.
اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه. اهلا وسهلا فيك. اسمك؟ الحمد لله، انت كيف حالك؟ سمعت اسمه؟ اسمك مرة ثانية، اسمك الأول بس مرة ثانية. اسمك الأول والمنطقة اللي اتصل منها. عبد القوي. عبد القوي، أهلا وسهلا يا عبد القوي. أيوه كده تكلم بشكل واضح، خليني أفهمك. ومن فين تكلمنا يا عبد القوي؟ اهلا وسهلا فيكم كل اهالي مأرب. ايوه خليك كذا تتكلم بشكل واضح عشان نقدر نتفاهم. معك الارقام من 1 ل 20، اختار الرقم اللي تشتيه. 15. 15 ونشوف 15 ايش يقول لك يا عبد القوي. 15. يلا. يا سلام عليك يا عبد القوي. أول محظوظ معنا هذه الليلة واللي ياخذ هدية من غير أو جائزة من غير أي سؤال، ألف مبروك عليك يا عبد القوي، ربحت 50,000 من غير أي سؤال. عبد القوي سجلت الاسم. عبد القوي. ألو. عبد القوي قد ربحت معنا. أيوه عبد القوي أنا أصرح هذا الهدية. أوهو يا عبد القوي عادك تعرفني عن نفسك. قد ربحت معنا 50,000 من غير أي سؤال. ما تشتيهاش نشلة. يلا ناخذ اتصال اخر. اول متصل كذا مشيش الجايز. السلام عليكم. شي سؤال. وعليكم السلام والرحمه، اهلا وسهلا، من معي؟ زيدان. زيدان اهلا وسهلا، ومن فين تكلمنا؟ ممتاز. ممتاز، اهلا وسهلا فيك يا زيدان. معك الارقام من 1 ل 20، اختار الرقم اللي تحب. 20. 20. نشوف 20 ايش مخبي لك. مين اللي قال 20 هنا؟ سؤالك يقول: من صاحب أغنية أنا الشعب؟ أنا الشعب زلزلة عاتية. هل هو المرشدي أو أبو بكر سالم أو أحمد فتحي؟ ماشي. أغنية أنا الشعب، أنا الشعب زلزلة عاتية. من صاحب هذه الأغنية؟ هل هو المرشدي أو اثنين أبو بكر سالم أو ثلاثة أحمد فتحي؟ يلا يساعدك الشباب. متأكدين؟ المرشدي. خلص المرشدي ومع المساعدة. يلا المرشدي، نثبت المرشدي وهي إجابة صحيحة من غير مساعدة. ألف مبروك عليك يا عبد القوي. عبد القوي والإبرة زيدان، ألف مبروك عليك يا زيدان، ربحت معنا 50,000 ريال. عبد القوي دحين بيجلس معي لنهاية الحلقة، ماشيش 50,000. وناخذ اتصال آخر. ألو مرحبا. ألو. أهلا وسهلا، اسمك والمحافظة اللي اتصل منها. اسمك إيش؟ تسمعني من التلفزيون صح؟ اسمي أحمد. أحمد. اسمك احمد ومن فين تصل لي؟ احمد من الجو. احمد انت تسمعني من التلفزيون ولا من التلفون؟ لا لا من التلفون، وصلنا التلفزيون. يمكن فاتح اللاوت سبيكر. تمام يلا معك واحد من 1 ل 20، اختار الرقم اللي تشتيه. رقم 5. رقم 6. 6 6 نفتح لك. ها أحمد. أيوه. 5 ولا 6؟ رقم 5. 5 5. أيوه 5. 5 يقول لك: من صاحب أغنية خطر غصن القنا؟ خطر غصن القنا. هل هو أصيل أبو بكر ولا فيصل علوي ولا علي الأنسي؟ أغنية خطر غصن القنا، من صاحبها؟ هل هو أصيل أبو بكر ولا فيصل علوي ولا علي الأنسي؟
طيب حافظ الغنية طيب؟ قرب غني الغنية. والله ما حافظ الغنية. ولا حافظ الغنية ولا عارف المغني، نشوف الشباب ايش يقولوا، ايش رأيكم يا شباب؟ شفت الشباب؟ رقم ثلاثة. رقم ثلاثة وبعد الشباب احنا، وإجابة صحيحة وألف مبروك عليك يا أحمد. ألف مبروك عليك. شكرا لك على المشاركة. في اتصال ولا نروح للاستوديو؟ نروح للشباب. الشباب أمانة لا تكبدوني زي الاتصالات، ها؟ تمام. هذا يبان على طول. يعطيكم ألف عافية يا شباب. ساعدني. اختار رقمين. كيف حالكم؟ زي أمس. حسيتوا شميتوا العيد؟ تحسوا العيد واقي؟ مش بس حكاية الغربة، كمان الواحد لما يكبر تغير. 1 و14. يلا أهلا وسهلا فيكم، نتعرف عليكم. بس امسك المايك كذا. عماد علي. مرة الحماسة. عماد علي. مرة ثانية. عماد علي. عماد علي. وانت؟ أحمد فتحي. أحمد فتحي بكله. أحمد فتحي. عماد وأحمد، سجلوا الأسامي عندكم. نتعرف عليك أكثر يا عماد. عماد علي، جيت هنا علاجي، وبعد العلاج إن شاء الله بحضر تحضيري. تعالك إن شاء الله ربي يسهل لك وتقوم جميل. بالسلامة وتدرس اللي تشتي كمان إن شاء الله وياك جميعا. شكرا لك. أحمد، جينا ندرس ونشوف المستقبل. تدرس إيش الآن؟ ثانوي، طالب ثانوي. إيش تفكر بالجامعة؟ تخصص هندسة. موفق إن شاء الله. أيضا عماد وأحمد فتحي بكله معنا. يلا مستعدين للأسئلة؟ إن شاء الله. أول سؤال كالعادة هو مثل. يقول المثل: من طلب الجن، من طلب الجن طلع العلا. ركضوه. اضغط وقول ركضوه. إجابة صحيحة. ماذا يطلق على صغير الحصان؟ المهر. المهر إجابة صحيحة. وشايفين كيف يضغط بطريقة متواصلة يمنعه من الضغط، هذا الضغط الصح. ما هي عاصمة أرخبيل سقطرى؟ سقطرى. إجابة غلط وتروح النقطة لأحمد. هي حديبو. يستاهل. من هو الأديب العربي الذي نال جائزة نوبل للآداب عام 1988؟ نجيب محفوظ. نجيب محفوظ. إجابة صحيحة، نجيب محفوظ. ما معنى كلمة عصامي؟ عصامي، الشخص العصامي من هو؟ أي واحد يضغط منكم؟ أحمد. أحمد. الشخص العصامي مش أحمد. إيش سمعته؟ إيش اللي سمعته؟ غلط طبعا. هم كانوا يقولوا لك طبعا. هي خلاص، هو انت اخذت النقطه. بكل الاحوال انت اخذت النقطه واجابته غلط. انت اللي تستاهل، اخذت النقطه. وهو الذي يبني نفسه بنفسه. ثالث رئيس للجمهوريه العربيه اليمنيه. ثالث رئيس للجمهوريه العربيه اليمنيه. الحمدي. الحمدي إجابة صحيحة والنقطة لك. من هو مؤلف كتاب القانون في الطب؟ ابن سينا. إجابة صحيحة. وشكرا للجمهور على هذه الليلة، يعني مليانة أقوى منهم. شكرا لهم وألف مبروك عليك يا عماد، ربحت معانا 100 دولار. حظ أوفر يا أحمد، حظ أوفر إن شاء الله. ونروح فاصل ونرجع. ولأن الإنسان اهتمامنا الأول، يومياً هناك مشروع وقصة وجوائز يومية بأكثر من 1,000,000 ريال في كل حلقة، وثلاث جوائز كبرى كل يوم جمعة، جوائز خاصة للمشاركين عبر صفحات القناة في يوتيوب وفيسبوك. حيث الإنسان يومياً في رمضان 9 مساءً بتوقيت اليمن.
اهلا وسهلا فيكم مره ثانيه مشاهدينا الكرام خلف الشاشات، واهلا وسهلا بضيوفي هنا في الاستوديو، واهلا وسهلا ايضا بالمتابعيننا اللي تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي، وايضا اهلا وسهلا بزملائي خلف الاجهزه. ناخذ اتصالاتنا مره ثانيه ونقول الو مرحبا. يا هلا. وعليكم السلام. اسمك؟ محافظه اللي اتصل منه؟ فيصل طارق. سلطان؟ اهلا وسهلا. من فين تكلمنا؟ من ايبه. من ايبه، اهلا وسهلا فيك يا سلطان. معك من 1 لـ20، اختار الرقم اللي تشتيه. فيصل 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 فيصل. أنا وأنتو، أنا كنت راكنة عليكم طلعتوا. فيصل أهلا وسهلا فيك، واختار الرقم اللي تشتيه. 7، رقم 7. 7، يلا. سؤال رقم 7 يقول، سؤال سهل جدا، متى رحل آخر جندي بريطاني من جنوب اليمن؟ السؤال نفسه هو متى هو عيد الجلاء؟ هل في 1932، هل في 1967، هل في 1978؟ 1962. مرة ثانية، 1 ولا 2 ولا 3؟ رقم 2. رقم 2، ونثبت لك رقم 2، وهو فعلا 1967. ألف مبروك عليك، روحت معنا 50,000 ريال. ناخذ اتصال اخر ونقول الو مرحبا. يا هلا. بلال بلال. اهلا وسهلا يا سنان. من فين تتصل لنا؟ اكيد اخذوا من الكنترول، وناخذ معك الارقام، تطلع لنا ارقام، اختار الرقم اللي تشتيه. سنان، الله معك، للأسف سقطت المكالمة. ارجع حاول، يمكن ترجع لنا ويمكن تثبت المكالمة الثانية، ونقول ألو مرحبا. ألو مرحبا. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة، أهلا وسهلا. من معي؟ مطيع ناصر. مطيع، أهلا وسهلا يا مطيع. من فين تكلمنا؟ من أبين. أهلا وسهلا فيك وبكل أهالي أبين. مؤخرا مكالماتكم قليلة، احنا زعلانين منكم، بس يلا معك من 1 لـ20، اختار الرقم اللي تحب. الله يحييك. ما بتنزل خطوطة، اختار رقم. أنا دارية والله دارية، بس قلت أمزح معك، طلعت مزحة ثقيلة. يلا اختار من 1 لـ20. رقم 2 إن شاء الله. يلا بعدك رقم 2. طلع وقد جاوبنا، بس حظك. سؤالك يقول، متى وقع انقلاب الناصريين ضد علي عبد الله صالح؟ هل في 1978، 1964، 1971؟ 78 الاختيار الأول. الاختيار الأول، نثبت لك الرقم الأول، وهي إجابة صحيحة. ألف مبروك عليك، ربحت معنا 50,000 ريال. ونقول ألو مرحبا. يا عبد. يا هلا. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة، أهلا وسهلا. من معي؟ بشير محمد. مرة ثانية اسمك والمنطقة اللي تصل منها. بشير، أهلا وسهلا يا بشير. بشير محمد من محافظة دمار. أهلا وسهلا فيك بكل أهالي دمار، ومعك الأرقام من 1 لـ20، اختار الرقم اللي تشتيه. اختار الرقم 11. 11، نفتح لك رقم 11. أيقونة ولا سؤال؟ يا سلام يا بشير، يا سلام. ألف مبروك، ربحت معانا 50,000 ريال من غير أي سؤال. ألف مبروك، تستاهلها. نقول ألو مرحبا كمان. مساء الخير. مساء الخير. ايوه. اهلا وسهلا. اسمك؟ حياك الله.
اسمك والمنطقة اللي اتصل منها. أنا مسلم علي المدعي. اسمك مرة ثانية، اسمك الأول فقط والمنطقة اللي اتصل منها. محسن علي المدعي. أهلا وسهلا يا محسن. أيوة كده تكلم بوضوح. ومن فين تتصل لنا؟ من جمال. أهلا وسهلا فيك. معك الأرقام من 21، اختار الرقم اللي تحب. اسم الرقم 1 3 6 12 13 16 8 9 18 19. هذه خدمة مجانية لك. رقم 8. رقم 8 وبعدك. يا سلام عليك، يا سلام عليك يا محسن، ألف مبروك يا محسن، تأهلت للسحب على 1,000,000 ريال مع 3 متسابقين آخرين، وأني أقول لك إنه من داخل قلبي أتمنى تكون واحد منهم، واحد من الفائزين. اثنين، النقطة الثانية الآن بيطلع لك سؤال وإذا جاوبت عليه بتحصل على 50,000 ريال. يلا نشوف السؤال. سؤالك يقول: من أين يستخرج اللبان؟ هل من الشجر؟ هل من قرون الغزال؟ هل من كبد الحوت؟ مرة ثانية يقول الإجابة. السؤال يقول لك: من أين يستخرج اللبان؟ اللبان من فين يخرجوه؟ هل من الشجر ولا من قرون الغزال ولا من كبد الحوت؟ معلش معلش، هو دخل في السحب على 1,000,000 ريال وإن شاء الله يتعوض ويفوز ب 250,000 يكون أحد الفائزين. نقول ألو. مرحبا. أهلا وسهلا، من معي؟ من معي؟ مرة ثانية اسمك الأول بس والمحافظة اللي اتصل منها. قصي. قصي، أهلا وسهلا يا قصي. أيوة محافظة؟ من الظاهر عمريات. أهلا وسهلا فيك، ومعك الأرقام من 1 ل 20، اختار الرقم اللي تشتي. رقم 14. رقم 14 ونفتح لك 14. رقم كام؟ فتحنا لك 14 و14 يقول. ايش تسوي؟ استقرينا على 14. يلا سؤالك يقول: والي للأندلس واستشهد في معركة بلاط الشهداء، من هو؟ هل هو عبد الرحمن الغافقي أو يزيد بن المهلب أو بشر بن الوليد؟ أعيد الاختيارات. بعيد لك الاختيارات. الخيار الأول يقول عبد الرحمن الغافقي، الخيار الثاني يقول يزيد بن الملهب، الخيار الثالث يقول بشر بن الوليد. إذا تشتي الجمهور يساعدك ويساعدوك. في مكالمة ثانية مفتوحة. شايف الجمهور؟ يلا رقم واحد ونثبت لك رقم واحد. ألف ألف مبروك عليك، ربحت معنا 50,000 ريال، وفعلا الإجابة هي عبد الرحمن الغافقي. ونقول ألو مرحبا. ألو مرحبا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، من معي؟ عدنان. عمار، أهلا وسهلا يا عمار، ومن فين تكلمنا؟ من القبيطة لحج. أهلا وسهلا فيكم كل أهالي القبيطة وبكل أهالي لحج أحبابنا. معك الأرقام من 1 ل 20 يا عمار، اختار الرقم اللي تشتيه. 17. رقم كم؟ 13. إذا تقول 17 مش موجود، قد فتحوه. 13. سؤالك يقول: شجرة، سؤال سهل جدا، شجرة شهيرة لا تتواجد إلا في جزيرة سقطرى، ما هي؟
يا سلام عليك، حتى قبل ما تطلع الخيارات وإجابة صحيحة، ألف ألف مبروك عليك. سؤال سهل طبعاً، ألف مبروك عليك، حصلت على 50,000 ريال بإجابتك على هذا السؤال. والآن نروح للاستوديو، نخلي المتصلين ينتظروا قليل ونشوف الشباب في الاستوديو. مين بيطلع الآن؟ إيش رأيك تيجي تسحب كمان؟ هنشوف. يلا يلا. 9؟ لا 6. 6 وانت والله الصدق وانت ايوه طلعهو. كل ما حد يشتي يطلع بنخليه يسحب من القرعه. اهلا وسهلا فيكم. تعرف عليك؟ طارق العريري. مره ثانيه اسمك؟ طارق العريري. طارق و مؤيد. مؤيد، طارق ومؤيد، سجلوا اسامي عندكم. طارق نتعرف عليك اكثر. طارق ركز معي. نتعرف عليك اكثر. طارق العريري. ايوه. تحضيري. سنه تحضيريه. ايش بعدين تدخل تدرس؟ عندك ما قررتش؟ عندك تحضيريه ايش تدرس؟ لغه يعني؟ موفق ان شاء الله. وخلي المايك كذا عشان يقدروا يسمعوك من داخل ومن خلف الشاشات. مؤيد. مؤيد، علاقه دوليه وعلوم سياسيه. سنه كلام ذكي. سنه ثانيه. سنه ثانيه. اي خلص ثانيه يعني. كذا. موفق ان شاء الله. مستعدين؟ شكله المنافسه قويه والله. ايوه بس ارفعوا اصواتكم عشان يسمعوا. امسكوا المايكات وخلوا يداتكم على الجرس. المثل يقول عصفور باليد خير من 10 بالشجرة. على الشجرة. ما هو صوت الأسد؟ زئير. زئير. من ماذا تصنع القبعات التهامية؟ الخزف. سعف النخيل. من هو الشاعر صاحب الكوميديا الإلهية؟ أقول الإيطالي دانتي. إيش بدي؟ بالله عليك صدمتني. من مؤلف علم العروض؟ الإجابة لي كانت. من هو مؤلف علم العروض؟ الآن واحد منكم يجاوب. الخليل الفراهيدي. الخليل بن أحمد الفراهيدي، وإجابة صحيحة. أشهر قصور حضرموت. ما طلعتش نقطة حقك؟ ها دحين ما بيرضوش يجاوبوا. الكثيري. قصر الكثيري. قصر الكثيري، ممتاز. كم يبلغ عدد بحور الشعر العربي؟ كم يبلغ عدد بحور الشعر العربي؟ ضغط. مش متأكد. 16، والنقطة أيضا تروح لمؤيد. ومؤيد الفائز بأربع نقاط. ألف مبروك عليك يا مؤيد، ربحت معنا 100 دولار، وإحنا ربحنا نتعرف عليك يا طارق. ألف مبروك علينا إذن. طيب مشاهدينا بنروح فاصل وبعدين بنرجع. رحلة صباحية نطوف بها معكم في ربوع اليمن السعيد. المدن التي أدهشت العالم والطبيعة الساحرة. القهوة اليمنية بمذاقاتها الفريدة وعبير المشاقر والبخور وأغاني الراعيات. لليمن. نقدم لكم أخبار العالم وتفاعلاته، أخبار الفن والأدب وطرق التعامل مع متغيرات الحياة وهمومها. صباح بلقيس، صباح كل اليمنيين. رجعنا لكم بعد هذا الفاصل الصغير. نستقبل مكالمات ولا نروح نشوف القرعة؟ نستقبل المكالمات إذن. نقول ألو، مرحبا.
ايش تقول؟ كم قد لك؟ عاد البرنامج ما لهش ساعة. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. طيب خلينا نتعرف عليك، اسمك والمحافظة اللي اتصل منها. اسمي كمان محمد غالب، مصير البرهني، مديرية باقي عنوان البيت بس. بنجي نزوركم الليلة. طيب اختار من 1 إلى 20 الرقم اللي تشتي. 20. وصلنا لعند الرقم؟ البيت. اختار رقم من 1 إلى 20. 18. 18 ونشوف 18 ايش. 18. يلا يلا فتحنا لك 18. سؤال ولا ايقونة؟ غلقوا لي اللي بأذني. سؤالك يقول: أين يقع سجن نافع الذي أعدم فيه أبطال ثورة 48؟ أين يقع سجن نافع الذي أعدم فيه أبطال ثورة 48؟ 1. هل في عمران؟ 2. في تعز؟ 3. في حجة؟ يا ربي. ايوه برضه مره ساعدونا. يلا ساعدونا يا شباب. ساعدونا ساعدوا يا شباب. ساعدوا. ايوه قدم يساعدوك. قدم يساعدوك. ها شفت شفت الشباب ايش يقولوا؟ ساعدونا. ايوه هم يساعدوك يا عيسى. معليش غلق لي بودني. ها ثلاثة ساعدونا. ثلاثة نثبت ثلاثة. وإجابة صحيحة. ألف مبروك عليك. ألف مبروك عليك. ناخذ اتصال آخر. ناخذ اتصال آخر ونقول ألو. ألو مرحبا. ألو مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. تفضل من معي؟ معكم عبد الناصر رئيس سعيد من شبوح. محمد عبد الناصر. هو يقول معك عبد الناصر وأنا قلت محمد عبد الناصر. عبد الناصر رئيس سعيد محمد من شبوح. أهلا وسهلا يا عبد الناصر. من فين تكلمنا؟ طيب من فين تكلمنا؟ من شبوح. أهلا وسهلا فيك وبكل أهالي شبوح. معك الأرقام من 1 إلى 20. باقي أرقام قليلة، اختار من الرقم اللي تشتيه. عبد الناصر. تسعة. رقم تسعة. رقم تسعة. يلا نفتح لك رقم تسعة. شكله في أمامك تلفزيون. سؤالك يقول: جبل مطل على صنعاء، ما هو؟ هل هو جبل نقم أم جبل ناصة أم جبل صبر؟ جبل نقم. جبل نقم ونثبت لك جبل نقم ونشوف إذا كان إجابة صحيحة. وفعلا هو إجابة صحيحة. ألف مبروك عليك يا عبد الناصر. ألف مبروك عليك، تستاهل 50,000. وناخذ اتصال آخر ونقول يا هلا. حتى أنتم ما تحبوش هذا الصوت صح؟ طيب على بال ما يرتبوا لي الاتصالات نروح نشوف الفائزين في قرعة أو في سؤال اليوتيوب والإنستغرام. نشوف القرعة. الفائز في سؤال اليوتيوب وفي قرعة اليوتيوب هو محمد العزيزي، وألف مبروك عليك يا محمد. والفائز في سؤال الانستغرام وقرعة الانستغرام هذا صاحب الحساب MHYBMHMDOOO. صاحب هذا الحساب هو الفائز في سؤال الانستغرام. ألف مبروك عليه. نرجع للاتصالات كمان. قل ألو مرحبا. مساء الخير. وعليكم السلام والرحمة. اسمك؟ محمد غالب علي أحمد.
اهلا وسهلا محمد، ومن فين تكلمنا؟ اهلا وسهلا فيك يا محمد، ومعك الارقام امامك بتظهر، اختار الرقم اللي تحب. الرقم 4. رقم 4 قد فتحوه. معك 1 3 6 16 12 و19. 6 6 6. نفتح لك 6 ونشوف ايش مخبي لك. سؤالك يقول: في أي عام وقعت أحداث يناير الدموية في عدن؟ الخيارات 1986، 1972، 1990. لا، مرة ثانية. مساعدة الجمهور. بتساعدوا يا شباب؟ الإجابة؟ الله. والله هم يقولوا 1، إذا أنت واثق فيهم اختار بعدهم. 1986 يقولوا. إيش رأيك؟ 1980. إيش تقول يا محمد؟ 1 ولا 2 ولا 3؟ الجمهور قال لك 1، تشتي 1 ولا لا؟ بعدهم ولا لا؟ واحد. بعدهم ونشوف إذا كانت إجابة صحيحة. يا محمد إجابتك صحيحة وألف مبروك عليك، ربحت معنا 50,000 ريال. وكمان نقول مساء الخير. أهلا وسهلا، من معي؟ عبد الخالق. ومن فين تتصل؟ من الضالح مريح. يلا معك الأرقام أمامك، اختار من الأرقام الباقية هذه. شايف الشاشة؟ كم؟ 1 3 12 16 19 12. رغم أنه اللي جنبك قال 3 12. شوف 12 إيش يقول؟ سؤال ولا أيقونة؟ سؤال: من أبرز فنون الغناء في حضرموت؟ هل هو الدان الحضرمي أو الأوبرا أو الترانيم؟ يمكن مساعدة من الجمهور؟ لا، مش ممكن مساعدة، ركز بالسؤال. سؤالك يقول: من أبرز فنون الغناء في حضرموت، قد إحنا نقول حضرموت، الدان الحضرمي ولا الأوبرا ولا الترانيم؟ رقم 1. شفت انه ما يحتاجش مساعده، يحتاج بس تركيز. ثبت واجابه صحيحه والف مبروك عليك. نقول كمان اهلا وسهلا. مساء الخير. وعليكم السلام. وعليكم السلام والرحمه، من معي؟ حمزه احمد الجمعاني. من فين تكلمنا يا حمزه؟ من هيك. اهلا وسهلا فيك، ومعك الارقام الباقيه متوقي امامك، اختار من اللي تشتي. ايوه. معك 1 و3 16 19. ايش تشتي؟ 16 16. ايوه يلا. سؤالك يقول 16 بعدين 3. سؤالك يقول: من هو مؤسس صحيفة فتاة الجزيرة في عدن عام 1940؟ هل هو محمد علي لقمان أم محمد المساح أم محمد المساح؟ الجمهور بيساعدك. رقم 1. رقم 1 على طول. شفت، يلا نثبت لك رقم 1 وهي إجابة صحيحة. ألف مبروك عليك، ربحت معنا 50,000 ريال. باقي اتصال، ناخذ هذا الاتصال أيضا. نقول له مرحبا. أهلا وسهلا، اسمك والمحافظة اللي اتصل منه معنا؟ معك الليل.
معنا مين؟ ليث. ليث 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 ولا زيد؟ ليث. اهلا وسهلا يا ليث. الارقام تطلع امامك، اختار واحد من هذه الارقام الظاهره امامك وقل لي كمان من فين تصل لنا. من صنعاء. اهلا وسهلا، ومعك 1 و3 و19. واحد، رقم واحد ان شاء الله. واحد واحد. سؤالك يقول: شاعرة شعبية اشتهرت بقولها سوا سوا يا عباد الله متساوية، ما حد ولد حر والثاني ولد جارية، من هي؟ هل هي أسماء بنت شهاب، غزالة المقدشية، أو نبيلة الصنعاني؟ أعيد الخيارات. أعيد الخيارات: أسماء بنت شهاب، أو غزالة المقدشية، أو نبيلة الصنعاني. أغرب اسم. مساعدة من الجمهور، ما لهم. ما لكم ما تساعدوش، ما لكم ما تساعدوش. ساعدوا لي. شفت يا لي؟ أيوة. يلا إيش الإجابة؟ رقم 2. رقم 2، ونثبت لك رقم 2، وفعلا إجابة صحيحة. شكرا لكم يا شباب، وألف مبروك عليك، ربحت 50,000 ريال. ناخذ اتصال كمان. اهلا وسهلا. السلام عليكم. اهلا وسهلا. وعليكم السلام والرحمه. اسمك والمنطقه اللي اتصل منها. علي سعد. علي سعدان من محافظه صعده. اهلا وسهلا يا علي، ومعك الارقام من 1 او حتى مش من 1، معك 13 او 3 و19 فقط. 19 ان شاء الله. 19. يلا يا سلام يا سلام عليك يا علي، ربحت فرصة للإجابة على سؤالين، والسؤال الأول حقك يقول: علي هلك. سؤالك يقول: معبد شهير في مأرب كان يحج إليه اليمنيون، هل هو معبد أوام، أو معبد الكرنك، أو معبد عثتر؟ علي بسرعة. وين الجمهور؟ احنا مشتاقين لهم أول يوم في رمضان. شو تقول يا علي؟ ايش مساعدة؟ قل بالمفتوح، ايش مساعدة؟ رقم واحد. يلا رقم واحد نثبت، ما يشيش مساعدة. إجابة صحيحة، ونفتح لك الرقم الأخير المتبقي لأنه معك فرصة تجاوب على سؤالين، وهو 19، ونشوف 19 أو 3 إيش يقول. 3. سؤالك يقول: رئيس وزراء في شمال اليمن سابقا، هل هو حسن مكي، أو خالد الرويشان، أو يحيى المتوكل؟ حسن مكي، خالد الرويشان، أو يحيى المتوكل؟ أيوة أيوة. أيوة. أنا قاعدة أسمع أصحابك اللي جنبك. رقم واحد، وهي إجابة صحيحة، وألف ألف مبروك عليك، ربحت معانا 100,000 ريال وقفلت الأرقام كامل، ألف مبروك عليك. الآن نشوف الفائز أيضا والمحظوظ في قرعة الفيسبوك وسؤال الفيسبوك، من هو الفائز يا ترى؟ الفائز هو هشام محفوظ، ألف مبروك عليك يا هشام، ربحت معنا 50,000 ريال في سؤال الانستغرام. والآن نروح للاستوديو ونشوف الشباب. يلا يا شباب تعال. أيوة رقم 2 و
أربعة. أهلا وسهلا، عرفنا عن نفسك. اسمي ماجد. ماجد؟ أيوة ماجد. أيوة إيش تدرس؟ إيش تعمل؟ محمد قطاع خاص، أنا عامل في تركيا. تشتغل؟ أيوة. موفق إن شاء الله. و محمد سالم. محمد، ماجد ومحمد، عرفنا عن نفسك أكثر. محمد شغال. الاثنين تشتغلوا. حلو، أحب هذا التساوي، أحب هذا التوازن. طيب ماجد ومحمد، سؤالكم الأول يقول: أكمل المثل التالي، من يأكل ما يحسب حسابه. غلط، إجابة غلط. من يأكل ما يحسب يفقر وما يدري. النقطة لك يا محمد، سكوتك أنقذك. ما هو صوت الهر؟ مواء. مواء، اضغط كن بعدين إذا واثق من نفسك. جزيرة كمران هي إحدى الجزر اليمنية الواقعة في البحر الأحمر. الأحمر، إجابة صحيحة. ما هو الفن الذي تم استحداثه في الأندلس؟ أندلس، لما تقول أندلس إيش تسمع من فن؟ الموشحات. أنشأ محمد علي لقمان صحيفة في عدن أسماها، قبل قليل كان السؤال في فتاة الجزيرة. فتاة الجزيرة، إجابة صحيحة. محافظة مساحتها ثلث مساحة اليمن. حضرموت. حضرموت، مكون أساسي يدخل في صناعة الزجاج. الرمل. الرمل، وإجاباتك كلها صحيحة. ألف مبروك عليك، ربحت بخمس نقاط $100. ألف مبروك عليك، ومعوض إن شاء الله. نحن ربحنا، نحن تعرفنا عليك. إذا مشاهدينا، على أمل اللقاء بكم بكرة، كونوا على الموعد. مع السلامة.